خمس جيل شياح تلتعش ستة 2012 هاي منزل دمر بالكامل عصابة أسد الشبيحة لا حول قوة إلا بالله رقصفوني بأسلحة الصقيلة هاي المنزل دمر بالكامل هاي محل ما نزل القذيفة صاروخ لا حول قوة إلا بالله لا حول قوة إلا بالله هاي المنزل دمر بالكامل محتويات فيه ناس هجرت من بيوتها هاي اثر صاروخ مازال موجود من هون مازال لا حول قوة الا بالله لا حول قوة الا بالله هاي اجى الصاروخ من هون من منور بناوي مازال خصف الكامل لا حول قوة الا بالله العلي العظيم هاي اسد النار لا حول قوة الا بالله